الجماهير موضوع امني بحت، يعني طول عمر الامن هو المسؤول عن دخول الجماهير او لا، ولكن ده شيء يحسب لوزاره الداخليه ويحسب للمهندس خالد عبد العزيز المجهود الكبير اللي قاموا بيه. وانا كنت مدعو لهذا الاجتماع، بس انا كنت في المغرب لحضور النهائي الانديه ابطال العالم، وده شيء طيب. ورغم الجهد الكبير اللي بتبذله وزاره الداخليه في الظروف الصعبه، ولكن شيء كويس يعود على الانديه المصريه بالخير ويعود على المنتخبات القوميه ان شاء الله. موضوع ماتش غانا معروف، يعني ما فيش حاجه مستخبيه. المتسبب هو التلفزيون المصري. كان لابد ان اتحاد الكوره في البدايه يرفع قضيه على التلفزيون المصري، لان احنا عندنا جهاز مركزي محاسبات، عندنا وزاره بتراجع علينا بكل تعريفه بنصرفه او كل دولار بيروح علينا. فكان لابد ان احنا نعلم وزير الشباب والرياضه بهذا الامر المهندس خالد عبد العزيز، ثم نرفع قضيه على التلفزيون، والموضوع يتحل ما بين وزاره الشباب والرياضه وما بين قيادات التلفزيون. هو لحد دلوقتي المصري وارد والاجنبي، قرار مجلس الاداره بعد نهائيات امم الافريقيه اللي احنا واخدينه على اساس يكون مساحه الاختيار اوسع، ولكن ده وارد وده وارد، هيحدد النهارده، ولكن كل عضو مجلس اداره هيشرح وجهه نظره، وفي النهايه هنتفق على شيء ونطلع بيه. قرر المجلس الاتي: اولا، اختيار المدير الفني للمنتخب المصري اجنبي. اختيار 6 مديرين فنيين، اختيار 6 مديرين فنيين لاختيار افضلهم. مين؟ لم يعلن عنهم. يعني السيرات الذاتية اللي جات للاتحاد 50 60 سيرة ذاتية، اختاروا 6 احسن سيفيهات موجودة، هيتم التفاوض مع الستة. يعني تم اختيار 6 مديرين فنيين، استقرار على 6 مديرين فنيين، هيتم التفاوض بينهم واختيار الافضل، العرض الافضل والمدير الافضل فنيا تاريخيا اذا كان في اللعب او خلال يناير ان شاء الله. تكليف الاستاذ جمال علام رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم بحل ازمه $1,800,000 ماتش غانا، وطبعا تم تكليفه، وهيكون في تنسيق ما بين السيد جمال علام والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه واتحاد الاذاعه والتلفزيون، عشان طبعا احنا عارفين بعد التقرب مع الجانب القطري انا شايف انها تكون فيها انفراجه ان شاء الله، واذا كان هيبقى فيه مثلا عقوبه التعادل اللي تمت في الجزائر. يعني بالنسبه للمدير فني للاتحاد تم وضع معايير، وطبعا في ناس قالوا ان هيبقى مدير اجنبي، وفي ناس قالوا ان طالما مدير فني للمنتخب اجنبي نجيب مدير فني للاتحاد اجنبي. الكلام ده غير صحيح، المدير الفني هيكون مصري وهيجمع بين الخبره العمليه والاكاديميه. يعني في مثلا زي الشيخ طه، في الدكتور محمود سعد، في كتير يعني. لكن لا، ما اقدرش اقول ان الدكتور محمود سعد هو الاقرب، لكن من المرشحين اتحطت معايير وضوابط لاختيار المدير الفني للاتحاد على شرط ان يجمع ما بين الناحيه العمليه والاكاديميه. مجلس الاداره ارسل برئاسه الاستاذ جمال علام، ارسل برقيه شكر للسيد وزير الداخليه والسيد وزير الرياضه لانهاء مشكله الجماهير. وطبعا زي ما احنا عارفين الجماهير هتبدا تحضر المباريات من الدور الثاني. 5 استادات هياخدوا، اللي هم استاد القاهره، استاد برج العرب، المقاولون العرب، الدفاع الجوي، هيبقى 10.